السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هنبدأ مع بعض أول مشروع لينا في السي سي بلس بلس عشان نتعود أكتر على بيئة العمل الكلبس ونبتدي نشتغل فعلا في الدورة. هنفتح كلبس، هنفتح المشروع بتاعنا اللي احنا حاطين فيه الاكسرسايز فايلز بتاعتنا. نفتح الاكسرسايز فايل تحت تشابتر 2، هنفتح hello.c.c، هناخدها كوبي. ممكن تعمل لها كليك يمين وكوبي او تاخدها على الماك بكوماند سي. انا افضل انت تاخدها بكوماند سي وبعدين تروح تعملها بيست في المشروع بتاع الوركينج، دبل كليك عليها هتفتح. تمام، هو ده الكود التقليدي تراديشنال جدا بتاع السي بروجرامينج لانجويج. هنلاقي هنا عبارة الانكلود. لو انت مش فاهم دلوقتي حاجة مش مهم، هنتكلم في كل حاجة من دي بالتفصيل بعدين ان شاء الله. المهم ان انت تعرف دلوقتي ان عبارة الانكلود دي مهمة جدا، ان ديت هي نقطة تنفيذ البرنامج، الانتري بوينت بتاع البرنامج. هي ميثود او فانكشن عادية جدا، بتدخل هنا سطر الكود ده يتنفذ، هيقول لك hello world from C. يعني احنا دلوقتي داخل السي بروجرامينج لانجويج. دي علامة تعجب عادية هتظهر عادي في الكلام ده. الباك سلاش ان ديت هتعمل لنا سطر جديد، هنعرف كل الكلام ده في الدورة ان شاء الله. ولان المين ديت بترجع لنا انتجر، فلازم نقول له ريتيرن زيرو في الاخر او ريتيرن اي عدد، مش هتفرق. يعني هي هتفرق لو انت هتحتاجها. في البداية ممكن في بعض انظمة التشغيل زي الويندوز ممكن يحصل معاك مشاكل في ان انت لو جيت تعمل ران للبرنامج من هنا على طول ممكن تحصل مشاكل. تمام، ودي باج في الاكليبس نفسه. فممكن انت الاحسن انت تروح على البروجكت وبعدين تقول له كلين، هتظهر لك نافذه قول له كلين اول بروجكتس، بعدين تتكل اوكي. كده انت ضمنت ان انت تبقى ماشي في السليم. وبعدين تقول له ران من هنا، هنلاحظ ان هو قال لي hello world from C فعلا، حتى اضاف علامة التعجب في الاخر اهوت، مفيش مشاكل. احنا دلوقتي شغلنا الكود السي واشتغل. تمام، طريقة تانية ان انت تعمل الحركة ديت ان انت تضمن ان الكود بتاعك يحصل له كومبايل على طول بدون اخطاء، ان انت تيجي هنا على الوركينج، هنا تحدد الوركينج وبعدين تقول له build all. تمام، كده انت عملت له build، بعد كده اعمل له ايه run، هيقول لك hello world from C، اشتغل زي الفل مفيش مشاكل. طب تعالى كده مع بعض نعمل نفس الحركه ديت بس من السي بلس بلس. بقى احنا قلنا قبل كده ان السي بلس بلس اساسا مبنيه على السي والسي جزء منها، فانت ينفع تكتب كود السي جوه السي بلس بلس. تمام، تعتبر اكستنشن للسي يعني. فتعالى هناخد، المفروض هناخد الهالو وورلد دوت سي بلس بلس ده نحطه في الوركينج هنا ونشتغل عليه. لكن ما ينفعش نشتغل نعمل كومبايل او بيلد البروجكت واحنا عندنا تو انتري بوينتس. لو لاحظنا، لو فتحنا الهالو وورلد دوت سي بلس بلس هنلاقي فيه مين فانكشن برضو، والسي فيها مين فانكشن، هالو وورلد دوت سي فيها مين فانكشن. فلازم الاول نحذف، نقفل ده كده، نقفل ده كده، نروح نحذف ده من الوركينج بروجكت نقفله، وبعدين ناخد الهالو وورلد دوت سي بلس بلس كوبي كوماند في كوماند سي على الماك قصدي، ونروح نعمله بيست، دبل كليك عليها يفتح. نقول نحدد الوركينج ونقول له بيلد اول، خلاص عمل بيلد. بعد كده نروح نعمل هالو وورلد فروم سي بلس بلس فعلا. اعتذر، ديت المفروض مش واحد، دي المفروض علامة تعجب. تعالى نعمل له ران كده، يس هالو وورلد فروم سي بلس بلس فعلا مفيش مشاكل. مع بعض كده هنشوف مع بعض ايه اللي حصل لنا لما عملنا الران. لو فتحنا مثلا الديباج، هنلاقي الديباج فولدر، هنلاقي جواه ملف اسمه هالو دوت او. هالو دوت او ده الاوبجكت فايل بتاع البروجكت بتاعنا، ده ملف الكائن، هنعرف الكلام ده كله بعدين. لو فتحنا الباينريز هنلاقي working ده x86 64 bit، ده الاكسكيوتابل فايل بتاعنا، ده الملف اللي هيتنفذ على منصه التشغيل اللي احنا شغالين عليها اللي هي الماك. تمام،
الملف التنفيذي بتاعنا يعني. انا عايزك تفتح كل الفولدرات دي، تدعبس فيها، تشوف الدنيا ماشيه ازاي، تجرب بنفسك، تعرف المشروع بيتكون ازاي مع نفسك، وعايزك كمان تكتب الكود ده هوت بنفسك يعني، ما تكتفيش بان انت تنفذه من الاكسرسايز فايلز بس، لان البرمجه لو انت ما اشتغلتش فيها بايدك، وخصوصا السي والسي بلس بلس، عمرك ما تفهم اي حاجه، عمرك ما هتبقى فاهم، لكن مش هتعرف تشتغل. تمام. هنقفل المشروع ده، هنقفل الفايل ده، وبعدين نروح نعمل له ديليت، لان المشروع بتاع الوركينج ده احنا بس بنحط فيه الحاجة اللي هنشتغل عليها دلوقتي، ومش بنحط فيه اي حاجة تانية. وبعدين عود نفسك دايما لما تخلص الشغل تروح على بروجكت وتقول له كلين، وتقول له كلين اول، وتقول له اوكي.